نشأت دولة المماليك في مصر بعد سقوط الدولة الأيوبية سنة 48 و600 للهجرة، وكلمة مملوك تعني العبد الذي سبي، ولم يكن أبواه في العبودية، وكان المملوك يباع ويشترى ويهدى. ومنذ عصر الخليفة العباسي المأمون أصبح مصطلح المماليك يطلق على فئة من الرقيق الأبيض. كان الأمراء والخلفاء يشترونهم لتدعيم قوات الجيش وقوات حراسة الحكام. بدأ نفوذ المماليك يتزايد في عهد الخليفة المعتصم بالله العباسي، الذي أسس فرقة من المماليك الترك وبنى لهم مدينة سامراء وأسكنهم فيها، ومع الوقت أصبحوا يتدخلون في شؤون الخلافة وحتى في تعيين الخليفة نفسه. وبرز منهم قادة مثل الأفشين، أشناص، إيتاخ، وصيف، وسيم الدمشقي. كما اعتمد الصفاريون والسمانيون على المماليك، وبرز من المماليك السمانيين القائد البوتكين الذي عين حاكما لخراسان، وكان من قادته المملوك سبكتكين والد السلطان محمود الغزنوي الذي أسس الدولة الغزنوية سنة 84 و300 للهجرة. في مصر سنة 54 و100 للهجرة اعتمد الوالي أحمد بن طولون على المماليك التركي والديلم، وعمد إلى تحرير عدد كبير منهم. وازداد ذلك في عصر الدولة الأخشيدية، واستمر في عهد الدولة الفاطمية. كان نفوذ المماليك قد تزايد أيضا إبان حكم السلاجقة، وبلغ ذروته مع ظهور الأتابكيات. والأتابك هو مملوك يعهد إليه بتربية وتأديب ابن السلطان، ومن تلك الأتابكيات برزت أتابكية بني زنكي التي بلغت ذروتها مع تولي نور الدين الزنكي بلاد الشام. وأرسل القائد أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي إلى مصر. تمكن صلاح الدين الأيوبي في مصر وأنهى الخلافة الفاطمية سنة 67 و500 للهجرة، وأسس الدولة الأيوبية. قام الأيوبيون بشراء عدد كبير من المماليك واعتمدوا عليهم في إدارة البلاد، فتزايد دورهم بشكل كبير، مما كان له أكبر الأثر في تأسيس الدولة المملوكية في مصر لاحقا.